مرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من الصندوق الاخضر. موضوعنا النهارده انا مش اول مره اتكلم فيه، يعني هو موضوع مش جديد بالنسبه لي. ولكن ممكن يكون جديد بالنسبه لمزارعين كتير، للمتعاملين مع القطاع الزراعي في بعض الاماكن. بالرغم من ان هو حقق نجاح كبير جدا في مصر وفي الدول العربيه وفي الدول الافريقيه وعالميا بيتم استخدامه. هو ملف مهم جدا مرتبط بالانتاج الزراعي، مرتبط بالانتاج الحيواني، وحقق نجاحات في المجالين الزراعي والحيواني. الحمد لله احنا بنتكلم على الزراعه المصريه وقطاع الزراعه من القطاعات الهامه جدا. في نفس الوقت احنا عندنا محدوديه في الموارد المائيه، لان حصتنا زي ما احنا عارفين 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل. وعندنا زياده سكانيه فده بيتطلب ان احنا ندير الموارد المائيه بطريقه علميه وسليمه. مفيش حاجه اسمها ميه ما تنفعش. مفيش حاجه اسمها دي مياه مهدره او دي عيب عايزين نتخلص منه المهم ان احنا نطبق العلم لان في ابحاث علميه كتيره جدا حبيسه الادراج ودول العالم سبقت سبقتنا في استخدام العلم وقدرت ان هي تحقق نجاحات النهارده واحنا بنتكلم على المشاريع القوميه وتنميه الصحراء وزراعتها بتقابلنا مشاكل كتير مجهود على راسها مشكله ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه بتكون عائق كبير جدا امام المزارع وابتدي ان هو يا اما يقتلع اشجاره يا اما يبتدي يصرف مصاريف كبيره جدا علشان يحافظ على بقاء الاشجار دون النظر الى الانتاجيه حتى تكون متدهوره. ابتديت اتابع مع حضراتكم ملف مهم وهو ملف استخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر. وفي التوقيت ده واول ما ابتديت انزل وارصد واسجل مع المزارعين كان ليا هدف وكان ليا فكر معين. اسال مجرب. اسال الفلاح، اتكلم معاه، شوف الراجل اللي بيشتغل ليل نهار ومتابع ارضه الزراعيه. هل العلم قدر يحلله هذه المشكله؟ هل فعلا هذه التقنيه قدرت ان هي تساعده في زياده انتاجه وتقلل من مصاريفه؟ ودايما كنت بحب ان الاجابه تكون على لسان المزارع اللي اكد لي ان هو راضي جدا عن هذه التكنولوجيا. النهارده بيشرفني عالم من علمائنا الاجلاء في القطاع الزراعي وهو له باع كبير ايضا في التعامل مع الأراضي الجديدة وله خبرة في وضع استراتيجيات لبعض المشاريع القومية والعملاقة في مصر وفي الدول العربية أنا بيشرفني الدكتور مجدي شاهين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة الأزهر وعضو لجنة التنمية المستدامة بجامعة الأزهر وأيضا هو خبير في المياه والتربة بالمملكة العربية السعودية لمدة 18 عام مرحبا بحضرتك يا دكتور مجدي أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كل عام بخير والمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي بكل خير امين وان شاء الله يعني تقدم لمصرنا الحبيبه احنا بزنة. بنفتخر بالقطاع الزراعي المصري اكيد قطاع جميل أكيد. وخصف. اكيد آه، عايز ادخل مع على طول في الموضوع العلمي المهم لان آه. النهارده هيبقى في ملفات كثيرة جدا فعايزين نبتدي سريعا ماشي. التقنيه المغناطيسيه آه. يعني ايه بمنتهى البساطه والتوضيح العلمي دي تقنيه عباره عن استخدام التقنيه المغناطيسيه او المجال المغناطيسي بتمر في نوعيات الميه المختلفه فلما بتمر في هذا المجال المغناطيسي بيحدث تغير في الخواص الطبيعيه وبعض الخواص الكيميائيه للميه وبتتحول من ميه عديمه الطاقه الى ميه ذات طاقه عاليه لما كمان بنبص للتكوين بتاع جزيئات الميه وتماسكها جزيء الميه بيبقى قبل المعالجه المنصيه عدد الجزيئات المتماسكه مع بعضها كبير جدا فبالتالي الكتله الجزيئيه بتاعتها بتبقى كبيره لما بتمر على المجال المغناطيسي بتتفكك وبتوصل ما بين بعد ما كانت 160 جزيء ماسكين في بعضيهم بيبقى ما بين سته الى ثمانيه جزيء مع بعض فبيقل حجم جزيء المية المتماسك مع بعض أو وحدات المتماسكة من جزيء المية وبالتالي بيبقى لها السرعة بتزيد نفذيتها داخل القطاع الأرضي بيزيد كفاءة غسيل التربة من الأملاح بيزيد هذه الأملاح بتحيد بس العملية دي لابد يكون مكتمل معاها بعض الأعمال الخدمة المزرعية يعني أنا ما بغسل أملاح يبقى لابد عندي صرف زراعي قبل ما أدخل على الخدمة أو, او المعاملات الزراعيه أو كل الكلام ده يعني احنا بنتكلم على 180 جزيئة حضرتك قلت لي حوالي اه اكتر من في 160 جزيء قطرة, قطره الميه الواحده يعني قطره الميه اللي احنا بنحطها تحت المجهر علشان أو نشوفها ونفحصها بسبب حصل التفاع. فعلا مع الميكروسكوب الالكتروني تعدت الجزيئات واكتر من 160 جزيئة ده 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 بيبقى بسبب ايه بقى ان الجزيئ الجزيئات دي, دي روابط 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 هيدروجينيه لان جزيء الماء جزيء قطبي م. في قطب عليه الاتش اللي هو اليون الهيدروجين عليه مجموعه الهيدروكسيل الاو اتش OH. <متصفيق> فده بيبقى الجزيئات دي متماسكه مع بعضها بروابط روابط هيدروجين تمام تدور على الت التقنيه المغناطيسية على التقنيه المغناطيسية بهذه السلسله من جزيئات الميه لما بتدخل على المجال المغناطيسي فبتتفكك وبتبقى ممت... اكبر عدد ممكن يتماسك مع بعضه من ستة الى ثمانية جزيئات يعني حوالي ستة جزيئات مية بالتالي بيقل حجم من جزيئ الماء المعالج مغناطيسيا وبالتالي سرعته الفلسطة بتاعته او سرعة جزيئات الماء المعالجة مغناطيسيا بتبقى اكبر وبعدين بتحمل بالاكسجين بتحول من مية عديمة الطاقة الى مية ذات طاقة بما لها من جميع الخواص بقى الكيميائيه والطبيعيه والحيويه وبيبقى لها مردود كبير جدا سواء على الخواص الطبيعيه للتربه او الخواص الكيميائيه للتربه. عشان كده في مزارع يقول لك عندي الزرع ما بيرتويش مهما ما بس ما عليه. ما هو المشكله ايه؟ مم. ان انا لما بحط ميه مالحه طبعا اول شيء بتاثر فيها ملوحه الميه. لما انا هنا بحط ميه مالحه، الميه المالحه دي بيبقى لها قوه ارتباط بحبيبات التربه اكبر من الميه العزمة. صح والاملاح نفسها لها ضغط اسموزي وجذور النبات لها قدره على الامتصاص فكل الميه مرتبطه بجزيئات التربه ومتس... ومسكت مع جزيئات الملح اللي موجود كمان تبقى ممسوكه بقوه اكبر من قوه جذر النبات م. فتلاقي اه التربه فيها ميه بس بنقول الماء القابل للافاده او الماء الميسر للنبات هنا الماء الموصل للنبات قليل فعلا صح. ما بتترويش، إنما لما تتعالج الميه وتمر على المعالجه المغناطيسيه بأبسط الظروف بتبقى التحييد الأملاح بتاعها بيقل، وبعدين هي سرعتها داخل التربه واختراقها لجزيئات التربه بيزيد، وبالتالي بتبقى قدره النبات على امتصاص الميه وما به من عناصر غذائيه زائبة بيبقى أكبر. طيب ده اللي بيخلي المزارع يقول لك انا حتى خففت او قللت الاسمده اللي انا بضيفها ده بيبقى بسبب آه. ايه يعني هو ايه اللي يخليني ان اوفر في الاسمده أنا, انا عندي أنا... ماء راكد أيوة ما أيوة لا يستخدم أيوة. فاللي انا فهمته من حضرتك باسلوبك مم. العلمي الراقي مم. مم. ان انا عندي الجزيئات بتبقى متماسكه فالنبات ما بيقدرش او الخليه ما تقدرش تمتصها آه. لان هي ما تقدرش تخترق الجدار فانا يسرت جزيئات المياه وحيدت الاملاح بالظبط وبكده النبات قدر يمتصها قدر يمتصها جزئية صح. بقى الأسمدة 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 هي عبارة عن العناصر الغذائية يعني لما أقول أسمدة نيتروجينية يبقى انا بدي عنصر النيتروجين سواء على صوره امونيا او على صوره نترات اسمده فسفاتيه بدي عنصر الفوسفور على صوره البيتو 2 او 5 اسمده بوتاسيه عنصر البوتاسيوم على صوره كي 2 او كل ما كان تركيز الاملاح في التربه منخفض وتركيز ملوحه مياه الري في المستوى المناسب للمحصول القائم او المنزرع كل ما كان تيسر هذه العناصر ووجودها في صوره قابله لافاده النبات بيكون اكثر وبالتالي انا لو عندي كميه كبيره وغير قابله لافاده النبات انا في تغذيه النبات وفي التسميد ما بيهمنيش قد من الكميه القابله لافاده النبات صح. حتى لو صغيره وقابله لافاده النبات بيبقى لها مردود على الانتاجيه اكبر ما تكون كميه كليه كبيره وغير قابله لافاده النبات تمام. فهنا يتحقق فعلا قول المزارع انا خففت او قللت الأسمار. من اضافه كميه الأسمدة.